أشادت السعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في قسم مراقبة الأغذية والمفتشون الصحيون الذين يقومون بأداء مهام عملهم بكفاءة عالية. نعم، وذلك في سبيل التحقق من سلامة مختلف الأغذية والمنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة في الأسواق المحلية. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لوزيرة الصحة إلى قسم مراقبة الأغذية المستوردة بميناء خليفة بن سلمان، حيث اطلعت سعادتها خلال الزيارة على مستجدات سير العمل. كما تم خلال الجولة التفقدية بحث واستعراض سبل تطوير وتحديث آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة التي يقوم بها القسم في الميناء، حرصا على سلامة الأغذية واستيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة والمعمول بها، وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين في المملكة.